يلا شباب جاهزين نبدأ؟ ايه دكتور؟ جاهزين دكتور. أخذنا بالمحاضرة الأولى السوليبلتي، بعدين أخذنا البارتشن كوفيشنت، وآخر شيء أخذنا السيرفس أكتيف ايجنت. مو لحد هسه 3 محاضرات؟ ايه دكتور؟ نعم دكتور. أي اليوم المحاضرة الرابعة، محاضرة سهلة تختلف بالكامل عن البقية. يعني احنا بالبدايه حكينا السوليبلتي والبارتيشن كوفيشنت لها علاقه بالسوليبلتي، سيرفس اكتيف ايجنت نفس الحاله، هي فد شغله استخدمناها، مواد استخدمناها حتى نزيد السوليبلتي. اليوم المحاضره الفيسكوسيتي، تشوفون الصور انه هنا المواد، هنا مي. ماكو عرف دكتور. ها موجود دكتور عرف. موجود العرف. موجود. بلال شكو يمك؟ كل شيء ما طالع؟ ما اعرف دكتور، خليني اشوف بس اثبت دكتور. ها بلال تمام دكتور، تمام تمام، لتشوف الصورة؟ تمام دكتور. نعم دكتور. هنا هاي الصورة توضح اختلاف المواد، اختلاف الفيسكوستي مالت المواد. يعني هنا مستخدم وتر، تشوفون انه الفيسكوستي مالته كلش قليلة. اجي هنا استخدم اويل، الفيسكوستي مالته اكثر من الوتر، بس استخدم النوب غير شغلة اللي هي العسل، هنا الهني الفيسكوستي مالته بعد اكثر. تلاحظون هنا من دي يصبهن بنفس الوقت، الوتر الفلوبلتي مالته اكثر، يعني بعد لوين وصل، بينما من خلى اويل الفلوبلتي مالته اقل، من خلى هاني الفيسكوستي مالته اكثر بهوايه، فالفلوبلتي مالته شنو؟ اقل بهوايه. هاي المحاضره مالت اليوم بدها تحكي على الفيسكوستي مالت الماده، شنو يعني فيسكوستي، شنو يعني اللزوجه مالت الماده، اها اللي هي معناها اللزوجه بالعربي. فهنا ده يحكي على الكونتنت اللي راح ناخذه بالمحاضره، انترودكشن بالبدايه، ديفينيشن اوف ذا ريولوجي اند فيسكوستي، الامبورتنس مالت الريولوجي بالفارماسي، احنا ايش بدنا ناخذها اصلا، اكو نيوتينيان فيرسز لا نيوتينيان فلويد، شنو هذا التصنيف، والريوجرام شنو يعني، وشنو اليونت مالت الفيسكوسيتي، واكو شيء اسمه فيسكوسيتي كوفيشنت شنو يعني. وراها نتحول للاكسبيرمنتال وورك اللي هو شلون نسوي ديترمينيشن للفيسكوسيتي بالنيوتنيان سيستم، اللي احنا يخصنا بس النيوتنيان، هنا اكو نيوتنيان ولا نيوتنيان، هسه راح ناخذه، اللي يهمنا احنا بس النيوتنيان سيستم. بس نبلش بالبدايه كديفينيشن وكانترودكشن للمحاضره. ريولوجي شنو يعني ريولوجي؟ ريولوجي جايه من يعني الفلو ساينس، مختصر مفيد، يعني هي كلمه اغريقيه، ريو يعني فلو، لوجي يعني ساينس تعرفوها، فهو علم مالت الفلوبلتي، علم الانسيابيه بصوره عامه كلها نسميه ريولوجي. It is the science that deal with the change in the flow characteristic of liquid and the formation of solid under applied stress or force. يعني انا اشوف الفلو characteristic شلون راح تتغير بالنسبه للليكويد، او تغيير الحاله بالنسبه للسوليد من اجي اسلط ضغط، تمام، او قوه. هذا تعريف الريولوجي بصورة عامة. الفيسكوستي شنو؟ اللزوجة، شنو يعني اللزوجة؟ كتعريف كلش واضح لها انه هي الريزيستنس اوف فلويد تو ذا فلو اندر ابلايد ستريس. هي الريزيستنس مالت الفلويد للفلو اندر ابلايد ستريس. نفس الحالة هسه من خلينا هنا ووتر بالبداية. هذا من اجي احركه لزوجته قليلة راح يتحرك بسهولة، هنا لا راح يتحرك أقل، هنا راح يتحرك أبطأ بهواية، أوكي؟ فهي شقد ما زادت هي المقاومة للأبلايد فورس. In everyday term بصورة عامة، يعني إحنا بالعامية شو نعرف، شو تتعرف الفيسكوسيتي؟ Is the thickness of the liquid، إنه هي الثخن مالت المحلول مالتنا. Two substances with different viscosity will flow at different speed when the same amount of force is applied.
نفس الحكي هذا اللي هسه حكيته على الرسم، انه لو عندي مادتين تختلف بالفيسكوسيتي راح تتحرك بديفرنت سبيد من انطي نفس القوه. ليش؟ لان هي تختلف بالفيسكوسيتي مالتها. The higher the viscosity the greater the resistance and the slower is the flow. هاي هنا نفس المثال ده ينطي انه هنا راح يتحرك اسرع لان الفيسكوسيتي قليله، بينما اذا كانت greater resistance اللي هي higher viscosity بحاله الهاني راح يصير slower is the flow، يعني الفلو راح يصير عندي هنا كلش بطيء. اوكي حل هسه. هاي عرفنا شنو يعني viscosity اللي هو اصلا انتم تعرفوه يعني شنو، وبصوره عامه العلم قلنا اسمه الريولوجي، هو اللي دا يجي يدرس هذا الانسيابيه مالت السوائل وش العلاقه وشون تتحرك هاي الماده. تمام. شباب تسمعوني تمام لحد هسه؟ تمام دكتور. واضح. تمام دكتور. ايه دكتور تمام. ما في شيء، اذا عندكم سؤال اسالوا. الابليكيشن او الامبورتنس اوف ريولوجي ان فارماسي، يعني ايش؟ اوكي الفيسكوسيتي نعرفها شنو يعني، زين شنو فائدتها بالفارماسي؟ يعني ليش دا ادرسها اصلا؟ تفيدنا بالمانيفاكتشرنج اوف ذا دوزج فورم. يقول لك الماتيريال اندرجو بروسيس such as mixing flow through pipes packing and filling into container. Flow-related change influence the selection of mixing equipment. يعني من أجي أصنع dosage form المواد مالتي راح تمر بعدة مراحل حتى تتصنع، مثلاً mixing, flow through pipes, packaging, filling، كل هذا راح تتحكم بالريولوجي مالت المادة مالتي الflow properties مالتها. يعني مثلاً أجيب mixer كبير كلش في حالة الهاني كلش كبير احتاجه بقوه اكثر يشتغل، يعني هو مو هني اكيد اللي ده صنعه، بس قصدي ماده اللزوجه مالتها عاليه كلش، بينما ذا الماده لزوجتها كلش قليله ما احتاج ميكسر هيك شيء مثل مواصفاتها من ما احتاج الماده الفيسكوستي مالتها كلش عاليه. اوكي كذلك البقيه حتى الباكجينج، يعني من اجي هنا اختار ماده حتى اعبئ بيها اكيد راح تختلف حسب الفيسكوسيتي مالت الماده اللي عندي، الاكتيف انجريدينت والاكسيبيانت اللي انا مستخدمها. اوكي فبالتالي اول نقطه بالمانيفاكتشرنج للدوزج فورم. ثانيا الهاندلنج اوف ذا دراج فور ادمنستريشن، شنو يعني؟ ذا سرنجبيلتي اوف ذا ميديسين، ذا بورينج اوف ذا ليكويد فروم كونتينر، اكستراكشن اوف اوينتمنت فروم تيوب، اول ديبيند اون ذا فيسكوسيتي اوف ذا دوزج فورم. يعني حتى اخذ الدراج حتى اسوي له ادمنستريشن هنا هم يعتمد على الفيسكوسيتي، يعني ما معقوله انا مسوي اوينتمنت او كريم عصاره مثلا البيشنت من ده ياخذها ده توقع نصها يعني سائله كلش، ولا اخليها كلش فيسكوسيتي مالتها عاليه بحيث البيشنت يستغرق ساعتين حتى يطلع شويه من العصاره حتى يخليها. اوكي نفس الحالة بالنسبة للسرنجبيلتي اوف ذا ميديسين، يعني حجم النيدل اللي يستخدموها بحالة الانجكشن حسب الفيسكوستي مالت المحلول الدراج مالتي هنا، والبورينج اوف ذا ليكويد فروم كونتينر يعني كأنه ما شراب عندي، هم ما معقول اجيب شراب ساعة يلا البيشنت يقدر ياخذه يخليه شوية شوية لحد ما اوكي ممكن هو ده ياخذ بين كيلر سنة يلا البين يروح وهو بعد مدى يطلع العلاج. فهاي كلها تعتمد على شنو؟ على الفيسكوسيتي مالت المواد مالتي، ولذلك لازم ادرسها حتى افرق بين المواد وشون نسوي الفيسكوسيتي وشون نغيرها. كل هذا راح ياثر على شنو؟ النقطه الثالثه اللي هي عايده هاي النقطتين تقريبا افكت البيشنت اكسبتابيلتي اوف ذا برودكت. البيشنت اذا هاي الشغلات احنا ما سويناها مضبوطه راح الاكسبتابيلتي مالته راح تقل، لا راح يروح يغير هذا الشراب اللي انا مصنعه وتعبان عليه راح ياخذ كبسول او تابلت احسن له. اوكي وافكت ذا ريت اوف ابزوربشن اند ريت اوف دراج ريليز اوف ذا برودكت، اكيد راح ياثر على ابزوربشن والدراج ريليز فروم ذا برودكت. ونفس الحكي اللي دنحكي الفيسكوستي من تزداد راح يقل الابزوربشن وراح يقل الدراج ريليز.
اوكي. واخر شيء الفيسيولوجيكال افكت، يعني هنا مو كلش مهم الحكي، ده يحكي انه سيركيليشن اوف ذا بلاد الليمف ثرو كابيلاري اند لارج فيزل والفلو اوف ميوكاس والترانزينت اوف ذا ليومينال كونتنت ثرو جي اي تي and the bending of the bone, stretching of the cartilage, and the contraction of the muscle. كل هاي تعتمد على قوانين الريولوجي، لأن كل هذا يصير بيها انسيابية وحركة تعتمد على قوانين الريولوجي. فالمهمة بالبداية هاي الأربع نقاط اللي بالبداية تعرفوها، وتعرفون إنه الريولوجي متدخلة بكل شيء حتى فيسيولوجيكالي. أوكي، فسامعينك واحد البلاد مالته لزج كلش، مو لزج، اكو يقولوا يعني مثل الحالة مرضية انه لزوجة الدم ده تزداد عندهم. اوكي، اكو بعض البيشنتس فهي كلها متعلقة بنفس الموضوع. اوكي، واضح. هسه خلصنا المقدمة، عرفنا شنو يعني ريولوجي وعرفنا شنو استخداماتها بالفارماسي واحنا ايش بدنا ناخذها. هسه اكو نيوتينيان فيرسس نيوتينيان فلويد. مختصر لهذا الحكي، اكو مواد تتبع قانون نيوتن واكو مواد ما تتبع قانون نيوتن. صنفوها يعني ككلاسيفيكيشن تو تايب اوف فلويد. احنا اللي نهتم بيه وندرسه حاليا بدراستنا هي النيوتينيان بس. النون نيوتينيان هاي الدراسات المتقدمه بس تعرفوا انه اكو نوعين. When classifying material according to the type of the flow and deformation, it is customary to place them in one of two categories, Newtonian or non-Newtonian system. The choice depends on whether or not their flow properties are according with the Newton law of flow. The Newtonian system are pure liquid such as water, ethanol. على منو تنطبق the Newtonian system؟ على pure liquid اللي هي مثل الوتر أو ethanol أو thin oil such as olive oil or molecular solution such as glycerin solution, dextrose or sodium chloride solution. بينما non-Newtonian system هي اللي ما تكون pure. يعني الemulsion, the cream, the ointment are example of non-Newtonian fluid. شنو الفرق بيناتهم؟ هاي المواد predictable الفيسكوسيتي مالتها ما تتغير بمرور الزمن. هسه راح نشرحها لي قدام. يعني اقدر اتوقع هذا هنا ما متوقع، يعني ما تعرف ممكن تزيد الضغط عليها الابلايد فورس الزايده ممكن الفيسكوستي مالتها تزداد. يعني احنا بطبيعه الحال انا من اجي احرك الايثانول اوكي الفيسكوستي مالتها نفس ما هي، لا هنا من يجي يستخدم اوينتمنت او كريم او ايمولشن بالنانيوتينيان سيستم ان بريدكتبل الفيسكوستي بمرور الوقت. يعني وين الابلايد فورس ممكن تتغير الفيسكوستي مالت المادة. هسه راح نحكيها قدام. خلينا نجي على نيوتنيان لو اوف فلو. شنو قانون نيوتن اوف فلو؟ ستيت ذات ذا ابلكيشن اوف ستريس اون ا ليكويد ليد تو ذا فلو وذ ا سيرتين ريت ويتش از ان ذا دايركت بروبورشن تو ذا اماونت اوف ذا ستريس ابلايد. يعني اذا اجيت سلطت قوه اون ذا ليكويد ايش راح يصير؟ راح يصير فلو وذ ا سيرتين ريت، معدل أو سرعة معينة تعتمد على شنو أو هي تتناسب طردياً ويا منو ويا الـ amount of the stress applied. إذا تشوفون هذا الرسم هاي كأنه ما عندي liquid هنا. أوكي، باعوا هذا الرسم كأنه ما منه منها. هاي بداية، هاي الحالة المبدئية إلى قبل لا أسلط فورس إله. فهاي كلهن كانن هنا. أوكي، هاي البليتات كلهن اللي هي عايدة للليكويد نفسه كانت هنا كأنه ما ليكويد واحد، هذا هي كان مربع الخط مدى يجي عدل لهنا. المهم جينا سلطنا فورس إيش راح يصير؟ راح هاي السطح الليكويد هاي الطبقة الأولى، يعني خلينا نفترض هو صاير على شكل طبقات، الطبقة الأولى راح تتحرك لهنا. ليش؟ يعني هي direct proportion to the force، يعني احنا جينا سلطنا قوة على الطبقة العليا بس. اوكي، زين. بالنسبة للبقية كل ما ابتعدنا عن المصدر مالت القوة ده تقل الانسيابية مالته، ده تلاحظون لحد ما وصلنا آخر شيء أصلا ما تحرك،
يعني هذا ما تحرك، هذا تحرك أقل، هذا أقل، هذا أقل، هذا أكثر واحد تحرك. ليش؟ لأن هو قانون نيوتن شي يقول application of the stress on the liquid lead to the flow within a certain rate which is in the direct proportion to the amount of the stress applied. هسه دا يحكي هذا الحكي اللي حكيته. Let consider a cube of liquid. هذا cube of liquid هذا اللي رسمته أنا بالبداية قبل لا يتحرك. Consist of parallel layer of liquid stack on one another with the surface area of each side equal to the A. كل واحدة من هاي surface area مالتها A. إجينا if we applied a force equal to F on the top plate على أعلى واحدة. It start to move with the velocity V. راح تتحرك بسرعة اسمها V. The plate below this top plate however does not move as fast as the top plate. نفس الحكي اللي حكينا أنه هاي أبطأ. هاي أبطأ، هاي أبطأ أو تنزاحب مسافة أقل. أوكي؟ المساحة راح اللي تحركها أقل وبأقل velocity. Does not move as fast as the top plate. مو نفس سرعة top plate and its velocity is lower than V. أوكي؟ Two parallel plates of the fluid move in the same direction and the different velocity. The velocity of the plate decreases further with distant from the top plate. إيش قد ما نزلنا ليجا وراح تقل أكثر. And the plate on the base does not move at all. وهاي آخر واحدة ما راح تتحرك أصلاً. أوكي هذا يعني حتى تفهم شنو يعني قانون نيوتن. إني أكو تناسب بين القوة اللي أسلطها والفلو مات المادة مالتي. إذا المادة ما مشيت على قانون نيوتن هنا راح أقول هاي المادة شنو نان نيوتنيان سيستم. ما تنطبق عليها قوانين نيوتن وأنا predictable تكون. أوكي أكو أحد عنده سؤال هنا هاي الحكي اللي يصير؟ شباب تسمعوني؟ أكو أحد عنده سؤال؟ دكتور. We therefore see the velocity of the flow is a function of distance and mathematically we represent this as dvi/dr which is called the velocity gradient or shear rate. For a Newtonian fluid the force applied per unit area is known as shear stress and is a proportion to the shear rate. هنا دي يشتغل قانون مال نيوتن انه دي يقول لك ان velocity of the flow is the function of the distance. المعدل اللي تحرك كل بليت هنا تحركت بسرعة معينة بمساحة معينة فسماها shear rate كسرعة كمعدل للحركة اللي هي dv على dr. والapplied force بالنسبة للمساحة راح سماها shear stress. الshear stress اللي اسلطها هنا راح تساوي shear rate. F على A يساوي DV على DR أو مو تساوي تتناسب طردياً. قد ما أزيد القوة راح تزداد الحركة ده تشوفون تحرك أكثر وبسرعة أكثر. إجا اشتقها شال علاقة طردية ضاف ثابت نسميه إيتا اللي هو coefficient of viscosity اللي هو الفيسكوسيتي. إجا اشتق القانون رتبه بالكامل سوى الفيسكوسيتي تساوي الشير ستريس على الشير ريت. لأن يعني احنا قلنا الفيسكوسيتي كل ما زادت راح الشير ريت شبيه راح يقل ما راح تتحرك اكثر. والشير ستريس كل ما زاد يعني علاقه عكسيه ويا الشير ريت. اوكي كفيسكوسيتي الفيسكوسيتي من تزداد الشير ريت شبيه راح يقل. اوكي وبالتالي نيوتنيان لو اوف فيسكوسيتي ديفاين ذا ريليشن شيب بتوين شير ستريس اند شير ريت اوف فلويد سبجكتد تو ذا ميكانيكال ستريس. هنا شريد من عندكم تعرفون ما ريت الاشتقاق ولا هذا الحكي ريتكم تعرفون هذا القانون بس. اوكي اللي هو الشير ستريس اللي تمثل ابلايد فورس على الشير ريت اللي هو الفلو اللي راح يصير عندي. اوكي الفيسكوسيتي شو تساوي لازم تعرفوها. اليونت اوف فيسكوسيتي شنو الوحده مالت الفيسكوسيتي راح استخدمها بالحسابات يسموها بويز او سنتي بويز. اوكي كل واحد بويز يساوي 100 سنتي بويز. ما اريد الاشتقاق همين مو كلش مهم اريد تعرفون الوحده اللي بنستخدمها. اوكي بالنسبه للفيسكوسيتي تنقاس بالبويز
كل واحد بويز يساوي 100 سنتي بويز. اوكي اللي راح نستخدمه هنا لان سوائل قليله اغلبها هي سنتي بويز. A more convenient unit for most work. شنو يعني ريوغرام؟ الحد سخ. اوكي خلصنا الجزء الاول من المحاضره، عرفنا شنو يعني فيسكوستي، عرفنا شنو نيوتنيان نيوتنيان سيستم، شنو يعني ريوغرام. Rheogram are also known as consistency curve or flow curve. A rheogram is a plot of shear rate as a function of shear stress. هنا راح يرسم الشير ريت نتيجة الشير ستريس يعني كرسم إله. For a Newtonian system هنا الفرق أنه أنا بالNewtonian system predictable فبالتالي الرسم ثابت عندي. من راح أجي أشوف النonNewtonian system ده تباعون الكيرف شو راح يصير؟ أنا predictable. الفيسكوستي ده تغير. مرة هيش صايرة مرة هيش صايرة مرة هيش رايحة. أوكي. For a Newtonian system, there is a direct relationship between viscosity and shear stress. The higher the viscosity of the liquid, the greater it is the shear stress required to produce a certain rate of the shear. نفس الحكي اللي حكيناه من أول المحاضرة، إنه كل ما تزداد الفيسكوستي بالنيوتنيان سيستم، أكو direct relationship between viscosity and shear stress. كل ما أزيد الشير ستريس أو كل ما الفيسكوستي ازدادت، أحتاج شير ستريس أكثر حتى احصل على certain rate of shear. يعني انا اريد حركه معينه ده تصير او فلو معينه للماده، المادتين مختلفات لازم ازيدها بالماده الفيسكوستي مالتها عاليه حتى احصل نفسها اللي حصلتها بالوتر مثلا. اوكي a plot of shear rate versus shear stress give a straight line that passes through the origin. Liquid that demonstrates Newtonian flow represent an ideal type of the flow. Such a fluid begin to flow whenever a shear stress is applied. يمت ما اجيت خليت اني ضغط او قوة سلطت راح يبدأ يتحرك هذا الفلويد. And the rate of the flow of such liquid is proportional to the force applied. كل ما ازيد الفورس الريت راح يزداد. As shear forces is increased, the shear rate increases proportionally, and the resistance to the flow, the viscosity represented by the slope remain constant. مثل ما حكيت لكم بداية المحاضرة إنه بالنيوتنيان سيستم الريت راح يكون ثابت. تلاحظون الخط هذا مستقيم كامل. يروح عدل. هذا شيء يمثل إنه الريزستنس هي نفسها. قد ما أزيد أنا الحركة أزيد القوة راح تزداد الحركة. الريزستنس ما تتغير. وبالتالي fluid which are Newtonian system have the same viscosity, same resistance to the flow at the different shear stress and the different shear rate. Okay? إنه نفس ال viscosity راح تبقى. بينما بالنان Newtonian system the majority of the pharmaceutical product اللي هي تتبعة colloidal dispersion, emulsion, suspension, ointment are not simple liquid and are non-Newtonian system. This system have different viscosity at different shear rate and the plot of the shear stress versus shear rate result in the curve rather than a straight line. هنا نان بريدكتبل الفلو مالته راح يتغير بمرور الوقت ومن ازيد الستريس ممكن الفيسكوستي تزداد فبالتالي الريت ما راح اعرف ايش قد يعني مو دايركتلي بروبورشنال. اوكي بس هذا اللي لازم تعرفوه بالنسبه لنا نيوتنيان سيستم. هنا ما مطالبين بي انتو. اوكي لحد هسه شباب احد عنده سؤال نعبر؟ كمل دكتور. يلا وصلنا للبيسكوستي كوفيشنت. عندي relative viscosity, عندي specific viscosity, عندي reduced viscosity, عندي intrinsic viscosity. عندي أربع أنواع من يعني كأنما تطبيق للقوانين مالت الviscosity. Relative viscosity هي is the ratio of viscosity of the solution or dispersion system. هو الratio مالت الviscosity مالت solution هذا اللي هنا أو dispersion system to the viscosity of the solvent or the dispersion medium. على الفيسكوستي مالت الميديوم اللي استخدمته. اوكي هاي شو نسميها ريليتيف فيسكوستي مالت السوليوشن كله على السولفنت فقط. اوكي هنا مالت السوليوشن ككل
هنا يمثل مالت الديسبيرجن ميديوم او السولفنت اللي نستخدمه. السبيسيفيك فيسكوسيتي تساوي الريليتيف فيسكوسيتي ناقص واحد، مجرد يعني تطبيق للقانون انه هذا الناتج مالت الريليتيف فيسكوسيتي ناقص واحد راح يمثل لي سبيسيفيك فيسكوسيتي. وعند الريديوسد فيسكوسيتي اللي هي سبيسيفيك فيسكوسيتي على الكونسنتريشن نسميها ريديوسد فيسكوسيتي، نفسها يعني السبيسيفيك فيسكوسيتي اللي حصلناها منها اذا خليناها على الكونسنتريشن راح يطلع لي ريديوسد فيسكوسيتي. واخر شيء عندي الانترنسيك فيسكوسيتي is obtained from intersection point when plotting reducing viscosity against the concentration. اللي راح نحصل عليها من الانترسكشن بوينت من راح ارسم ال reduced viscosity against the concentration. هاي شيء تكون بس تعرفوها، يعني من اقول لكم شنو يعني intrinsic viscosity تقول لي هاي احصلها من intersection point من راح ارسم reduced viscosity against the concentration. شنو يعني specific viscosity؟ يساوي الريليتيف فيسكوستي ناقص واحد. لا تعرفون القوانين، اوكي؟ ديترمينيشن اوف فيسكوستي. دكتور بس الريليتيف عادي ترجع تعيدها؟ الريليتيف فيسكوستي يساوي عندي سوليوشن معين، اوكي؟ سوليوشن مش مستخدم السولفنت مالتي، خلينا نقول واتر، اوكي؟ اوكي. اجي اخذ الفيسكوستي مال مال سوليوشن ككل، هاي اللي هي راح تكون هنا كبسط، والمقام ايش راح يكون مالت منه مالت السولفنت اللي هو مال الماء اللي هو ووتر. اوكي اوكي تمام. ديترمينيشن اوف فيسكوستي ان نيوتنيان سيستم، شلون راح احدد الفيسكوستي بالنيوتن؟ شلون راح نقيس الفيسكوستي اللي هي التجربه اللي راح نستخدمها هنا. The viscosity of a Newtonian liquid can be determined by measuring the time required for the liquid to pass between two mark as it flow by gravity through vertical capillary tube known as Ostwald viscometer. هذا الجهاز يسموه Ostwald viscometer، اوكي؟ هذا الجهاز، هذا بالحقيقه هذا الرسم مالته كرسم، اوكي؟ خم باوع الرسم هذا دي احنا عندنا مادة دا اريد اقيس الفيسكوستي مالتها، اوكي؟ راح اجي اخليها منها، اوكي؟ راح تجي تتجمع هنا توصل لهنا، خلينا وتر خلينا نقول، اوكي؟ ايش راح تجي تسوي؟ راح نجي نسحب المادة لحد هنا، اوكي؟ منا من النقطة A للنقطة B راح تخليه تلزمه بأصبعك هنا، راح تسحبه، تسحبه بحلقك أو بالهاي الأكو هاي اللي دا شايف فيها هاي البلاستيك اللي تدوسها بيدك، الطوبة المطاطية تسحبون بيها أو تسحبها بحلقك عادي نفس الشيء، توصله لهنا تسده بيدك، تبدأ تنزل شوية 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 توقف توصل لهنا، اوكي؟ من يوصل الليكويد لهنا توقف، تلزم وقت مؤقت كساعة عندك بيدك او بالموبايل، تلزم وقت ايش قد يستغرق منا لحد ما يوصل للنقطة بي توقف لهنا، نوقف منا ايش قد ياخذ وقت حتى ينزل من النقطة اي للنقطة بي، قسنا الوقت خلص، خلصت التجربة مالت الفيسكوسيتي، اوكي؟ بس هنا حيستخدم قانون الريليتيف فيسكوستي، فبالبدايه راح يقيس الفيسكوستي مالت الوتر عاده، بعدين مالت الماده اللي عندي، ونطبق قانون هسه راح تشوفوه وتحفظوه مهم كلش، اللي هو يعني راح نستخدمه بالحسابات، وخلصت التجربه. يعني هذا راح انزل لكم فيديو هم راح تشوفون شلون ده تصير. هذا الجهاز هو بالحقيقه يشبه مال التسحيح تقريبا، بس يختلف انه شكله وش اسمه حجمه، يعني تقريبا نفس حجم مال التسحيح، تخليه عدل vertical position يوقف عدل كامل، تجي تخلي المحلول مالتك منه اللي تريد تقيس الفيسكوستي مالته، خلينا نقول ووتر هنا بالبدايه، راح يتجمع لحد ما يوصل لهنا، بس ما راح يصعد لحد هاي الدائره، يعني لهنا راح يوصل المي، ما راح تخلي كل شيء هوايه مثلا 10 مل
شو راح تسوي؟ راح تجي تسحبه توصله لهنا، تبدا تنزل شوي شوي لحد ما توصل هاي النقطه، لحد ما هو اكو مارك يختلف يعني مارك معينه بي خط مكتوب يمه اي وخط مكتوب يمه بي، راح اخليه ينزل. من يبدا ينزل منه حسب الجرافيتي يعني الجاذبيه هي راح تنزله، ما سلط عليه ضغط ولا احركه، ثابت هو راح يكون. راح اشيل اصبعي منه، راح يبدا ينزل شوي 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 لحد ما يوصل هنا. راح اقيس الوقت اللي استغرق انه ينزل من هاي النقطه لحد هاي النقطه اللي راح استخدمه بالقانون. اوكي وصلنا اكسبيرمنتال وورك، وصلنا القانون اللي راح نستخدمه، هذا القانون اللي راح نستخدمه هنا. يقول الثيوري هنا الاكسبيرمنتال وورك مالتنا اللي راح نشتغله اللي مفروض كانما the time of the flow of the liquid under test is compared with the time required for the liquid of known viscosity اللي هو usually water to pass between two mark point A و point B. هنا عندي unknown دا اريد اعرف الفيسكوسيتي مالته اللي هي هاي الان 1 على الان 2 الفيسكوسيتي الريليتيف فيسكوسيتي. الريليتيف فيسكوسيتي قلنا شو تساوي مالت السوليوشن على على السولفنت هنا اللي هو راح يكون ووتر، او هنا القانون يستخدم كانما انناون بناون حتى يعرف عن طريق الفيسكوسيتي مالت الماده اللي مدى نعرف الفيسكوسيتي مالتها. البي هاي البي ما اعرف شو يسموها ايت، لا هاي ايتا، هاي ما اعرف شو يسموها والله كانت رو الكثافه رو صح اي الروش 1 ورو 2 هاي الكثافه تعرفوها بعد انتو شنو راح تجي جاهزه اصلا بالامتحان. يعني راح اقول لك الماده كثافتها هلقد والماي تعرفون كثافته ايش قد واحد. التايم 1 اللي استغرق من سوينا التجربه بالنسبه للماده الانناون مالتي، التايم 2 اللي هو خاص منه بالوتر. اوكي راح اجي اسوي التجربه بالبدايه للوتر نفس ما حكينا هنا، بالبدايه استخدم وتر بعدين اجي استخدم الانناون سوليوشن مالتي، اقيس التايم 1 التايم 2 بالبدايه بالنسبه للوتر، بس احتاج التايم انا عندي الكثافه مالته وعندي الفيسكوستي مالته، شو يبقى عندي؟ يبقى عندي المالت الانناون، هم احتاج بالتجربه راح استفاد انه بس احصل التايم، راح احصل التايم 1 بالنسبه للانناون، صار عندي مجهول واحد اللي هو الايتا 1، فبالتالي راح اقدر القاها. اوكي يقول the absolute viscosity of unknown liquid may be determined by the following equation. هاي المعادلة الإيتو one viscosity of unknown liquid, the viscosity of the dispersion medium اللي هو عادة قلنا water راح يكون, the density مال unknown liquid, rho density of the dispersion medium مالتي اللي قلنا نفسه راح يكون water. The time one هو the flow of the unknown liquid مالتي in second. والتي 2 هو الفلو تايم اوف ذا ديسبيرجن ميديوم ان سكند اللي هو بالبدايه سويناها ويا الوتر. حيجي يحكي الاوبجكتيف اللي هو ديترمينيشن اوف فيسكوسيتي اوف جليسرين سوليوشن. هنا ايش عندنا؟ جليسرين سوليوشن ووتر. شلون راح اشتغل التجربه؟ ايتش جروب ويل ريسيف ا جليسرين سوليوشن ات ا سيرتين كونسنتريشن. كل مجموعه راح تاخذ جليسرين سوليوشن بتركيز مختلف، عده تراكيز راح تاخذون. Pure water 10 ml into a wide arm of capillary viscometer using a pipette. راح تجي تخلي 10 ml of water نفس الحكي اللي حكيناه، راح تجي بعدين تسحبه suck the water from the narrow arm till rise to the upper mark A and close the tip with the narrow arm with your finger to maintain the position of the liquid. تسدها بإيدك بعدين تشيل ايدك remove your finger and start to measure the time required per second for the water to pass from point A to point B. تسجل الوقت اللي استغرق الليكويد حتى يتحرك من النقطة A للنقطة B in the capillary viscometer and record this time as T1. Repeat more than one and take the mean time. عيدها عدة مرات وأخذ الأفرج مالتها يعني حتى تطلع النتائج مالتنا صحيحة. Empty your viscometer and repeat the process using glycerin solution and record the time as time 2. راح تفرغ الفيسكوميتر
وتبلش من جديد بالجليسرين سوليوشن نفس العملية، هم تخليه وتسحبه وتسجل الوقت من النقطة A للنقطة B وتطبق القانون وخلاص. أوكي، هاي هنا دا يحكي على على الكونسنتريشن اللي دا ينطي، مرة ينطي 2 مرة 5 مرة 10، وهاي النتائج كانت هيجي أو أنت اللي راح تحصلها. ورا ما تحصل على الريليتيف فيسكوسيتي هنا، بس هنا كل شيء موجود عندنا، راح نلقى الـ إيتا 1 اللي هي مالت الأنهاون مالتي. يقولك by plotting the viscosity against the concentration you will be able to find out the viscosity of unknown glycerin solution without performing experiment. شنو يعني؟ راح اجي ارسم الconcentration، اجي اسوي نقاط تقاطع بين الviscosity اللي حصلناها والconcentration، يعني استخدمنا تركيز مثلا 1.03 ايش قد كانت الviscosity، اشوفها ايش قد كانت مثلا، خلينا نقول هنا 3 وهنا خلينا نقول هذا ال 1.03 هاي النقطة، راح تكون النقطة هنا. بعدين اجي اخذ في الاربع نقاط مثلا، شفت السلوب، حصلت هذا السلوب اللي جاي هيجي. اوكي، من حصلت هاي النقطة بعد اني بتغيير التركيز راح اعرف الفيسكوستي، ما يحتاج اسوي هاي التجربة اصلا بالكامل. فاني من اجي مثلا الكونسنتريشن استخدمته هنا 3، هنا مستخدمنا 1.03، إذا استخدمنا 3 مجرد أجي أخذ خط التقاطع اللي هنا راح أقول Relative Viscosity نفسها اللي هنا. أوكي، مجرد أخذ تقاطع النقطة اللي هنا فش قد تمثل Relative Viscosity راح أعرف من طريقها عن طريقها. فبالتالي أخذ بس كم نقطة من الكونسنتريشن ورسم سلوب معين، وعن طريق التقاطع اللي ويا الكونسنتريشن قام يعرف الانون مال اي كونسنتريشن عنده. اوكي، بالنسبه للجليسرين سوليوشن، وعلى مود هاي اخذ تراكيز مختلفه. اوكي، التجربه فهمتوها شباب؟ ما بيها شيء ترى كلش، يعني هسه ادزل لكم فيديو راح تفهمون شلون ده تصير. مجرد يسجل الوقت وعنده قانون جاهز وعند الدينسيتي مالت المادتين موجوده، التايم راح يحصله من التجربه، الفيسكوسيتي مالت الوتر عنده مالت السوليوشن اللي راح يستخدمه السولفنت اللي راح يستخدمه، ويبقى عنده مجهول واحد اللي هو الفيسكوسيتي مالت الماده المجهوله. اوكي، مو مجهوله، مجهوله الفيسكوسيتي. خلصنا المحاضرة يعني كشغل، بس دا يحكي هنا على source of error in experiment، ليش دا يصير مشاكل ممكن بالexperiment، ليش دا يصير خطأ مرات. inaccurate time measurement، ممكن تقيس الوقت غلط، دا تباوع على اي متأخر او من يوصل بي يعبر يلا تقيسه صح، وبالتالي هو يقول اخذ دائما اكثر من قراءة واحدة، يعني دا تشوفون الوتر سوالها repeat عدة مرات. بنفس الشيء بالنسبة لجليسرين، تاخذ average دائما. Using a dirty viscometer، الفيسكوميتر الجهاز اللي استخدمناه بوساخة ما بتنظف زين، باقي به مواد سابقة من تجربة سابقة، فلازم يكون نظيف كلش حتى تطلع النتيجة صحيحة. Viscometer is not supported in vertical position، لازم يكون عمودي عدل، ما رايح ما يليمنا أو ما يليسرة، لأن راح يأثر على الجرافيتي، فبالتالي راح تتأثر الضغط مالت المي، فبالتالي النتيجة كلها راح تكون غلط. Amount of the liquid used in the different for each time during measurement، كمية الليكويد من نقول 10 مل لازم 10 مل عدل بدون تغيير بها، ما تكون بها أي غلط، بالتالي each time of measurement لازم نفس الكمية. Measurement of the viscosity is not in ascending order، عادة لازم تقيس باللو concentration بعدين تصعد للhigh concentration. We must measure the viscosity of the solution having lower concentration before using higher concentration. هو ليش هذا دا يصير؟ حتى نفس الحكي انه هنا نفسه انه using a dirty viscometer، نفس النقطة كأنه ما عاد لها. أنا من دا استخدم high concentration بالبداية وحول وراها low concentration، higher concentration ما أقدر أنظفه بسهولة، راح يكون بي بقايا،
راح تأثر على المحلول أبو السلوك أبو اللو كونسنتريشن. فبالتالي إحنا نبلش باللور كونسنتريشن بعدين نصعد للهاير. The diameter of the capillary of the tube is large, so there will be a fast liquid movement and inaccurate differentiation in the time of the flow between different concentration. هذا كأنما منطيكم viscometer large أو بخطأ، فهذا الشغلة أنتم ما تقدر تحكمون بها. هاي الشغلات اللي من أنتم تشتغلون بيتكم راح تتأثر، يعني تعتمد عليكم أنه تستخدمون time measurement لازم تركزون عليه، تنظفون الفيسكوميتر كلش زين، عادة يغسلوا كحول أو غير شيء، او يعني اكو مواد معينه يغسلون بيها، او ممكن بس ووتر اكوردنج تو الماده اللي مستخدمينها قبلها. واماونت اوف ذا ليكويد لازم تستخدمها نفسها، لازم تعرف هاي النقطه، ولازم يكون فيرتيكال بوزيشن تتاكد انه عادل كلش، ما مايل يمنى او مايل يسرى. والميجرمنت اوف فيسكوستي از نوت ان اسيندنج اوردر، وتشتغل من اللو كونسنتريشن تو هاي كونسنتريشن، مو تبلش من الهاي بعدين تحول لللو كونسنتريشن. خلصت المحاضرة، عندكم سؤال شيء ما افتهمتوا؟ دكتور التركيز بشنو راح يفيد؟ دقيقة، ها مو قلت ليش انه انا ما راح اعرف التركيز، راح اعرف الكونسنتريشن هنا، وراح ارسم هذا المحلول، راح ارسم هذا الرسم هنا بديفرنت كونسنتريشن. هنا راح اجيب لك مثلا محلول اقول لك هذا التركيز مالته 3، هو نفسه جليسرين سوليوشن، ايش قد الفيسكوسيتي مالته؟ من خلال هذا الرسم والتقاطع ويا ريليتيف فيسكوستي راح مباشره اعرف الفيسكوستي مالت الجليسرين بهذا التركيز، يعني هو اكيد كل ما يتغير التركيز راح تغير الفيسكوستي، اوكي؟ وكل ما زاد التركيز مفروض الفيسكوستي تزداد عندي. فاني من عندي انا ومن هنا جايب لك جليسرين سوليوشن، اقول لكم يابا هذا عندي هنا 10 تركيز مالته، ايش قد الريليتيف فيسكوستي مالته؟ ما يحتاج اجي اسوي التجربه مالت هذا العشرة بالكامل، لان احنا اوريدي اشتغلنا بالبدايه على تراكيز خفيفه وخلصنا 4. يحتاج اجي نوب اشتغل؟ لا ما يحتاج، من الرسم مالتي اقدر مباشره نقطه التقاطع اللي احصلها هنا راح اعرف من خلالها الريليتيف فيسكوستي، اوكي؟ دكتور راح تنزل لنا فيديو على التجربة؟ حنزل لكم فيديو إيش شلون ده يشتغلوها حتى تفهمون إيش ده يصير، يعني الحكي النظري أوكي تفهمون بس ما تعرفون بالضبط شلون ده يصير، بس حنزل لكم فيديو إن شاء الله. وخلاص سجلتوا أسماءكم؟ دكتور بالنسبة إيه سجلنا أسماء بالنسبة للامتحانات العملي الإلكتروني حضوري هسه راح نحكي، بس خليني اسجل اوقف التسجيل بدي يصير الوقت هوايه.